بيقدر هلا حزب الله مثلا، احدى المعلومات يمكن ما تكون صحيحه بس بتقول انه حزب الله عم يعمل تحقيق دقيق دقيق، مش عم يقدر يقول لهم للسوريين حاج تبعتوا لنا ناس، بس بالمناطق اللي هو موجود فيها عم يعمل تحقيقات دقيقه لحتى يعرف ويتاكد انه ما في عناصر او اسلاميه أو متشدده او ارهابيه او مسلحه او عناصر يمكن يوما ما إذا احتاجت سوريا، إذا لأن سوريا تريد العودة إلى لبنان وأن بطريقة مختلفة هلأ ما فيها، ولكن إذا احتاجت بيكون عندها شيء موجود. يعني في بلبنان سوريين إسلاميين متشددين بيقدروا يفوتوا بالقصص الإرهابية مرة تانية، وفي عندك ناس حتى الناس اللي هربانين من القتل والدمار، هودي الناس ما بيقدروا ما يشتغلوا مثل ما بدل الأجهزة السورية لأنه بيروحوا وبيجوا على سوريا وفي عملة صعبة بتدخل، وبالنهاية هاي بلدهم وقسم كبير من السوريين نظام مخابراتي كله بيعرف بعضه وكله شاغل، معناتها صار في عند السوري ما يكفي وبيظهر لا يكفي لأنه بعد في ناس عم بتفوت هلا بشكل مختلف، لا وبيقدر بكميات أكبر وهيدا شيء تارك علامات استفهام عظيم. ما في شيء هلا يستدعي هالكمية من النزوح اليومي هيدا. طيب شو بيقدر يعمل فيه حزب الله؟ أنا برأيي حزب الله طبعا قوي وعم يحضر حاله وعم يستعد لكل شيء، بس حزب الله ما في يعني هيدا بده حلول من دولة لدولة. حزب الله أولا ما في دولة بلبنان، ثانيا الدولة السورية لا تريد عودة المهجرين وخصوصا من لبنان. كيف؟ من لبنان ومن غير، هلا قصة تركيا بحث ثاني لأنه في خلاف مع الأتراك، بس نحن أنا مع احترامي بس دائما بيقولوا أنه هن مستعدين وبلدهم المهم القول، الأرض مفتوحة، المهم الفعل وليس القول. وهون أنا لا بدي أفشي سر ولا بدي ضايق حدا وأذكر أسماء، أنا بعتقد حزب الله يعرف أن النظام الحالي في سوريا لن يعيد سوريا واحدا إلى سوريا، ولذلك على حزب الله صار عنده مهمتين، مش بس أنه الدفاع عن لبنان والمقاومة بقصة إسرائيل، بده يشوف كيف بده يدافع، يخلي عينه على المخيمات الفلسطينية والسورية، المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللجوء السوري، والمنطقة عم تغلي، المنطقة عم يتحرك فيها الأمريكي الإسرائيلي عم يتحرك. يعني بعتقد حزب الله القوي واللي هو طايفته وشعبه 80% 90% معه، حتى حزب الله بهذا الموضوع بيعمل ألف حساب، لأنه عند تغيير الدول أو الأنظمة الأقليمية أو حتى الدولية احفظ رأسك. صحيح. نحن بوضع كثير صعب،